مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم هنا في تغطيتنا لهذه البطولة بطولة فيربول وأيضا لفرقة كواليتي مع إعلان في هذه اللحظات أحد مشجعي وأحد المتابعين لهذه البطولة. نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكتروني على اليوتيوب. أهلا بك معنا. حدثنا قليلا عن هذه المباراة بالتحديد وعن فرقة كواليتي. أي مباراة والله صراحة ما أعرف أي فريق أنا الصراحة في كواليتي ما أعرف الفريق والله. طيب عادي أنا أقول لك فريق كواليتي الفريق اللي لابس طقم اسم ميلان هو اسمه العربي بس داخل باسم كواليتي. طيب فريق والله أنا أتابع الفريق الأزرق الصراحة فريق ممتاز جدا. إحنا طبعا تأهلنا للنهائي فريق H7 عاد إن شاء الله نتمنى اللي يجي من الله حياه الله. انت تبغى الفريق الازرق يوصل عشان فريقك مشارك عن بتشوفه اسهل من فريق العربي كواليتي. لا بالعكس بالعكس والله ما وصلوا هنا الا هم فريقين يعني يستاهلوا انهم يحققوا النهائي بس ان شاء الله احنا نحقق النهائي باذن الله. شكرا عباس برناوي على هذا اللقاء. الله يعطيك العافيه.